امه داخلانی ایش بوی رای گشتی پلانجویا ایریشن دولتا ترکی گوت پینجی حتی نهوی مها گوامتی ده لسر هنبین ما قامت الدولة التركية المحتلة بعدوان غاشم على مناطق شمال وشرق سوريا في الفترة الممتدة من 5 إلى 9 من تشرين الأول الجاري بمختلف أنواع الأسلحة المدمرة مستهدفة منشآت خدمية وحيوية وبنى تحتية بهدف ضرب أمن واستقرار المنطقة وإضعاف جهود الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في تطوير الواقع الخدمي والاقتصادي وأيضا منع القوات الأمنية والعسكرية لإتمام مهامها في الدفاع وحماية المنطقة من مخططات الفتنة ومكافحة خلايا داعش والمآرب المتعددة للقوى والأطراف المتربصة بمناطقنا وبمكاسب شعبنا ومشروعه الديمقراطي التعددي التشاركي. وفي سياق هذا العدوان نعلن للرأي العام الدولي والمحلي والمنظمات الإنسانية والحقوقية ذات الشأن بأنه خلال التاريخ المذكور أعلاه وفي حصيلة نهائية للهجمات التركية على مناطقنا نعرض ما يلي. أولا، تضرر أكثر من 5 ملايين مواطن نتيجة استهداف قطاع النفط من خدمات الغاز والمحروقات، وذلك بحصيلة استهداف 17 موقعا ومنشأة منها محطة السويدية الحيوية التي تغذي عموم مناطق شمال وشرق سوريا بالكهرباء والغاز ومواقع أخرى في ريف تربسبية وشلاغا وديريك. ثانيا، تم استهداف 11 موقعا لمحطات الكهرباء وتضرر ما يزيد عن 2 مليوني نسمة من هذه الاستهدافات في مناطق الحسكة وعمودة ورميلان وتربسبية وقامشلو والدرباسية وأريافها جميعا. ثالثا، تضرر موقعين للمياه أدى لتوقف 18 محطة في منطقة الجزيرة نتيجة الاستهداف وقطع الكهرباء وخروجها عن الخدمة، منها محطة علوك الاستراتيجية بالنسبة لمنطقة الحسكة وريفها. رابعا، خروج مشافي عدد 2 عن الخدمة في الجزيرة وكوباني بشكل كلي. خامسا، توقف العملية التربوية وتضرر آلاف الطلاب من الذين لم يتمكنوا من متابعة تعليمهم نتيجة استهداف 48 موقعا تعليميا وتربويا، واستشهد أسر ذلك طفلين وطفلة أخرى جرحت وفقدت ساقيها. سادسا، خروج 3 مواقع لمنشآت صناعية عن الخدمة في عدة مناطق من الجزيرة وكوباني. سابعا، تم تدمير أكاديمية لتدريب قوى الأمن الداخلي المختصة في مكافحة المخدرات بشكل كامل في منطقة ديريك في الجزيرة، وتوقف جهود وعمل هذه المراكز في حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، وتعطلت برامج الحماية والتوعية. وصلت عدد المواقع والمنشآت ومراكز الكهرباء والنفط والتعليم المستهدفة من قبل دولة الاحتلال التركي إلى 104 موقعا بين مدمر ومتضرر وخارج عن الخدمة. تم تنفيذ 580 ضربة جوية وبرية من أقصى ديريك وصولا إلى الشهباء، لتشمل هذه الضربات عموم مناطق الإدارة الذاتية، وذلك في الفترة ما بين 5 إلى 9 من شهر تشرين الأول الجاري. استشهد خلال هذا العدوان 44 شخصا و55 جريحا، بينهم أطفال ونساء وقوات الأمن الداخلي الأسايش وقوات سوريا الديمقراطية، منهم 29 شهيدا من قوات مكافحة المخدرات. في الوقت الذي نؤكد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن استمرار نضالنا في حماية مكاسب شعبنا ومكافحة الإرهاب والعمل المستمر نحو بناء تجربة ديمقراطية رائدة في سوريا الواحدة الموحدة، ننادي جميع القوى الفاعلة في سوريا ومؤسسات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان
والمجلس الأمن والفعاليات المجتمعية والمدنية بضرورة الخروج بمواقف واضحة حيال ممارسات تركيا ضد مناطقنا وشعبنا وعرقلتها العلنية لمساعي شعبنا في مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار وتهديدها المستمر لمكاسبنا المشتركة مع التحالف الدولي ضد داعش والقوى المتطرفة مع إصرارنا على ضرورة فتح تحقيق علني وحيادي وشفاف حيال ممارسات تركيا ضد مناطقنا من قبل لجان دولية مختصة وتقديم كل المسؤولين عن عمليات التدمير واستهداف سبل العيش لشعبنا وتسببهم لفقدان أبنائنا لحياتهم لمحاكمة مختصة. تركيا اليوم ترتكب جرائم حرب متكاملة الأركان في مناطقنا، وهذه الجرائم يجب أن لا يتم السكوت عنها. من رؤيتنا نؤمن بأن العنف يعمق الأزمات، لذا كل ما يؤدي للعنف وزحق الأرواح ندينه بشدة، كما ندين أيضا ما حصل في غزة من استهداف المشافي وذهاب أسرى ذلك ضحايا مدنيين بينهم أطفال. هذه الأعمال مدانة وجرائم حرب، لا بد للجميع أن يسعى لمنع تطور العنف وحل الأمور جميعها بالحوار. كذلك ننادي جميع المنظمات والفعاليات والجهات التي ساهمت في تحقيق الاستقرار معنا في مناطقنا لمضاعفة جهودها نحو إعادة التأهيل للمرافق والبنى المدمرة بالتعاون مع جهود الإدارة الذاتية لضمان سير العمل نحو تحقيق الاستقرار والحفاظ عليها من خلال إعادة ما تم تدميره ليعود ويدعم سبل العيش ومساعي توفير الخدمات. هذه الهجمات مهما ارتفعت وتيرتها تزيدنا إصرارا على الدوام على مسيرة شهدائنا وإحقاق حقوق شعبنا الديمقراطي وإحقاق حقوق شعبنا الذي سينتصر بوحدته وتآلفه وقوة تماسكه بمختلف مكوناته. وهنا تعويلنا على وعي شعبنا وتمسكه بمشروعه الديمقراطي كبير، كذلك التفافه المستدام حول مؤسساته وقواته الأمنية والعسكرية، حيث بهذا الوعي والالتفاف نضمن إفشال كل مخططات واستهداف مخططات استهداف شعبنا وضمان نصره كما انتصرنا على الإرهاب ومخططاته. الدولة التركية واستهدافها لكافة المنشآت والمراكز الحيوية واستهدافها للمدنيين والتي تعتبر جريمة حرب. طبعا هذا الحدث مؤخرا، نحن حاليا في حالة تأهب من ناحية العمل الدبلوماسي، ممثلياتنا في الخارج في حالة تأهب والعمل مكثف بهذا المجال. جخوا مديت چاوا بيدنگيا رژيما سوري البرامبري حمه ايريشن گول سر هرم ما بنا سازيا هرمي گلين باكرو جلاتي سوري راستي قتل عما هات كرن بيدنگي وحتى انها اف بيدنگيا هان بردواما تم موقفكي هم ايدانا هم جبوي پاراستنا گلي سوري خاكا سوري جبوي وان ايريشن حتى انها تشتكنا در كتبش.